بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 42 من سلسلة دروس كتاب شرح الوقاية للعلامة الشيخ عبد الغني ابن عبد العزيز الشهير بابن ملك رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وكذا قهقهة الإمام وحدثه عمدا، يعني إذا قهقه الإمام في آخر صلاته عوض السلام، يعني عوضا من أن يخرج من الصلاة بقوله السلام عليكم ورحمة الله، تقهقه ليخرج من الصلاة، أو أحدث متعمدا في آخر الصلاة. قال: تفسد صلاة المسبوق عند أبي حنيفة رحمه الله، يعني الذي فاته أول الصلاة تبطل صلاة المسبوق إذا خرج الإمام من الصلاة بغير السلام. وقال: لا تفسد صلاة المسبوق. قيد بالقهقهة، قال: وكذا قهقهة الإمام، لأن التكلم لا يفسد صلاة المسبوق اتفاقا، يعني لو خرج الإمام من الصلاة بالكلام لا بالقهقهة لا تبطل صلاة المسبوق اتفاقا. لماذا؟ قال: لأن السلام محلل، عندما أقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا السلام محلل، يعني مخرج لي من حرمة الصلاة مما كان محرما علي وأنا في الصلاة إلى ما هو مباح إلي، وليس بمفسد. وفي السلام كلام، لما السلام عليكم، ما هو هذا؟ كلام، هذا كلام. فألحق الكلام الذي هو غير السلام به بالسلام، فيكون الكلام الذي هو غير السلام قاطعا لا مفسدا، قاطعا عن الصلاة ليس غير مفسد. وقيدها بالإمام، قال: قيد القهقهة بالإمام، لأن قهقهة المسبوق تفسد صلاته اتفاقا. واضح الكلام؟ المسبوق المصلي بشكل عام، المسبوق أو غيره، إذا تقهقه في الصلاة قبل القعود الأخير تبطل صلاته. وقيدنا بقوله عوض السلام، هو ابن ملك قيد عوض السلام، لأنه لو قهقه قبل التشهد، قبل القعود يعني الأخير، تفسد صلاة الجميع، يعني الإمام والمسبوق والمدرك واللاحق، الكل، كل من هو خلف الإمام تبطل صلاته اتفاقا. وقيد بالمسبوق، قال: تفسد صلاة المسبوق، لأن صلاة الإمام والمدرك تامة اتفاقا، تمام. وصلاة اللاحق تامة أيضا، صلاة اللاحق تامة أيضا في رواية. طبعا تعرفون اللاحق من هو؟ أدرك أول صلاة الإمام ثم بعد ذلك سبقه حدث، ذهب ليتوضأ. وصلاة اللاحق تامة أيضا في رواية. وفي المحيط الخلاف فيما إذا لم يقيد. أي خلاف؟ الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فيما لو تقهقه الإمام أو أحدث عمدا بعد القعود الأخير، بعد الانتهاء من قراءة التشهد. الخلاف فيما إذا لم يقيد مسبوق الركعة بالسجدة، يعني لو أن
لو أن الإمام قعد قرأ التشهد وراءه مسبوق فقام المسبوق قبل أن يسلم الإمام قرأ الفاتحة وقرأ سورة والإمام ما زال موجودا في القاعدة وركع سمع الله لمن حمده ولم يسلم الإمام ثم سجد فتقهقه الإمام ما الحكم؟ قال لا تبطل صلاة المسبوق بالاتفاق. قال والخلاف فيما إذا لم يقيد مسبوق الركعة بالسجدة، لأن حكم الانفراد لم يتقرر له، وبعدما قيد الركعة التي قام لقضائها المسبوق بها بالسجدة لا تفسد صلاة المسبوق اتفاقا. لماذا؟ قال لتقرر حكم الانفراد له، صار هذا الآن المسبوق صار منفردا بعدما قيد الركعة بسجدة، انفرد الآن عن الإمام، فالإمام لما تقهقها كان منفصلا عن المقتدي المسبوق. وهذا كلام صاحب المحيط، كلامه يستفاد منه شيئا أو شيء، وهذا يشير إلى جواز قيام المسبوق قبل سلام الإمام. يعني لا كلمة جواز يعني لا تبطل صلاته، ويكره له أن يقوم، يكره للمسبوق أن يقوم، ولكن هل يبطل صلاته؟ قال لا يبطل صلاته، لهما أن القهقهة لم تفسد صلاة الإمام. طبعا هو أتى بها الآن القهقهة بعد القعود مقدار التشهد، بعد الإتيان بالتشهد، فلم تبطل صلاة المسبوق الإمام، مع صدورها عنه، مع كونها صدرت عنه لم تبطل صلاته، فبالأولى ألا تفسد صلاة المسبوق. وله لسيد أبي حنيفة أن القهقهة أفسدت الجزء، الجزء الذي لاقته من صلاة الإمام. يعني الآن المقتدي وهذا الإمام لما الآن تقهقه الإمام، قال أفسدت هذه القهقهة الجزء الذي التقى فيها القهقهة مع صلاة الإمام. هنا جزء بطل هذا الجزء، وهذا الجزء الباطل يقابله جزء من صلاة المقتدي، فإذا بطل هذا الجزء بطل الجزء المقابله من صلاة المسبوق، والمسبوق الآن بحاجة إلى أن يبني يقوم، فهل يبني صح أن يبني على فاسد؟ لا يصح أن يبني على فاسد، فتبطل صلاته إذا. أما الإمام لا، هو غني عن البناء، ليس بحاجة إلى بناء، فلذلك قلنا لا تبطل صلاته. قال لأن القهقهة أفسدت الجزء الذي لاقته من صلاة الإمام فأفسدته من صلاة المسبوق، إلا أن المسبوق محتاج إلى البناء، لأنه في أثناء صلاته، لأن هذا الجزء الذي فسد هو في أجزاء في أثناء صلاته، والبناء على الفاسد فاسد، والإمام مستغن عن البناء فتمت صلاته، يعني ولم نقل بفساد صلاة الإمام. قال لا كلامه، أي لا يفسد صلاة المسبوق كلام الإمام، وسبق وذكر هذا الشيخ ابن ملك. قال وخروجه من المسجد، لا كلامه وخروجه من المسجد، قال لأن الكلام بعد التشهد والخروج منه من المسجد، يعني والخروج منه يعني من المسجد،
والخروج منه للصلاة لا مفسد لها، لا مفسد، غير مفسد للصلاة، غير مفسد للصلاة. قال فلا يفسد صلاة المسبوق. انتهى الآن، الآن كلام جديد. قال إمام حصر عن القراءة، حصر بفتح الحاء وكسر الصاد، هكذا ضبطها صاحب البحر. قال على وزن تعب. قال ويجوز، ويجوز أن تكون حصرة، يعني أن تكون على صيغة فعل، صيغة البناء للمجهول، على فعل ما لم يسمى فاعله. إذا إمام حصر أو إمام حصر عن القراءة، يعني حصر يعني منع، حبس، لأن الحصر هو الحبس. إمام حصر عن القراءة أي عجز عن القراءة، شرع في الصلاة الله أكبر، ما بقي شيء في ذهنه، لا فاتحة ولا غيرها من القرآن، ماذا نفعل؟ قال فاستخلف قارئا، أتى بقارئ واستخلفه ورجع هو. قال صح عند أبي حنيفة، صح استخلافه عند أبي حنيفة، وقال لا يصح استخلافه. قال الخلاف فيما إذا كان الإمام حافظا وعجز لأجل خجل، عجز عن القراءة لأجل خجل. أما إذا نسي القراءة أصلا، أصبح ذهنه خال من القراءة، نسي القراءة بشكل كامل، قال لا يجوز الاستخلاف اتفاقا، لأنه صار أميا، لما خلا ذهنه من القراءة صار الآن أميا، فلا يجوز الاستخلاف. قال لا يجوز الاستخلاف اتفاقا لأنه يصير أميا. كذا في الكفاية، إذا صاحب الكفاية قرر الخلاف على أنه إذا كان حافظا وعجز عن القراءة بسبب خجل أو خوف، يعني هو لم ينسى ولكن عجز. أما إذا نسي القراءة أصلا وخلى ذهنه عن القراءة، فهذا لا خلاف فيه أنه إذا استخلف أميا، إيه نعم، إذا استخلف قارئا لا يضر، تصح صلاته. لا، إذا استخلف أميا لا يجوز، لا يصح. يعني الخلاف بينهما إذا نسي القراءة بالأصل، إذا نسي القراءة أصلا خلا ذهنه عنها، لا يجوز الاستخلاف بالاتفاق، لا يجوز الاستخلاف بالاتفاق. ليه لا يجوز الاستخلاف بالاتفاق؟ قال لأنه هو صار أميا، هو الآن صار بمنزلة الأمي، بمنزلة الأمي، قال لأنه يصير أميا. أما إذا كان العجز بسبب الخجل، بسبب الخجل، جاز الاستخلاف عند أبي حنيفة ولا يجوز الاستخلاف عند الصاحبين. قال وهذا إذا لم يقرأ مقدار الجواز. أما إذا قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة، قرأ ثلاث آيات أو آية عند أبي حنيفة، فإن كان قرأ لا يستخلف اتفاقا، لأن نسيان جميع القرآن نادر. لهما أما الاستخلاف شرع في الحدث على خلاف القياس، الاستخلاف إذا إنسان سبقه الحدث فاستخلف شخصا آخر، هذا مشروع على خلاف القياس. وهذا يعني العجز عن القراءة ليس في معنى، ليس في معنى الحدث، فلا يقاس عليه.
ولو استخلف فسد صلاته، لأنه لا حاجة إليه، لأنه لا حاجة إلى هذا الاستخلاف. لماذا لا حاجة له إلى 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 هذا الاستخلاف؟ لماذا هو الآن عجز؟ قال ولو استخلف فسد صلاته، لأنه لا حاجة إليه، لا حاجة إلى الاستخلاف. نعم، لأنه قال يتمها بدون قراءة، لأنه يتم الصلاة بدون قراءة، وذلك كالأمي إذا أم أميين، يتمها بدون قراءة، وذلك كالأمي إذا أم أميين. فما إذن هو ما في حاجة له أن يستخلف، وله لأبي حنيفة. أما الاستخلاف في الحدث شرع لإصلاح الصلاة، نظر أبو حنيفة رضي الله عنه لعلة الاستخلاف، لسبب الاستخلاف، قال لإصلاح الصلاة بواسطة العجز. وقد تحقق العجز في القراءة، والعجز عن القراءة غير نادر، فيكون في معناه، في معنى الحدث. قال كتقديمه، أي كما يصح تقديم الإمام مسبوقا، كما يصح تقديم الإمام مسبوقا بعدما أحدث، يعني إمام حصر عن القراءة فاستخلف صح استخلافه، كما صح تقديم الإمام مسبوقا بعدما أحدث الإمام، سبقه الحدث وهو في الصلاة، فقدم مسبوقا اقتدى به. قال يصح. لماذا يصح؟ لوجود شرط صحة الاستخلاف. ما هو شرط صحة الاستخلاف؟ هو أن يتحد الإمام والمستخلف بالتحريمة، وقد اتحد الآن الإمام والمستخلف بالتحريمة، اتحد الإمام والمستخلف بالتحريمة، إذن وجد شرط صحة الاستخلاف، فجاز للإمام إذا سبقه الحدث أن يقدم مسبوقا. قال كتقديمه مسبوقا فيتم، يعني المسبوق الذي قدمه الإمام، صلاة الإمام أولا، أول شيء يتابع صلاة الإمام، يعني كان ينبغي للمسبوق أن لا يتقدم. طبعا إذا كان الإمام بقصد أو بدون قصد قدم المسبوق ينبغي للمسبوق أن لا يتقدم. لماذا ينبغي للمسبوق أن لا يتقدم؟ قال لعجزه عن التسليم، ما يستطيع أن يسلم، فهو يحتاج بعد ذلك إلى أن يستخلف غيره، أن يرجع ويقدم غيره من أجل أن يسلم، لعجزه عن التسليم. ومع ذلك لو تقدم يبتدئ هذا المسبوق من حيث انتهى إليه الإمام، من حيث وصل الإمام لقيام المسبوق، مقامه مقام الإمام. قال ويقدم، يعني المسبوق الذي قدمه الإمام، ويقدم مدركا، يقدم شخصا أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، ويقدم مدركا ليسلم بهم، يعني إذا انتهى المسبوق إلى موضع السلام يقدم مدركا ليسلم بهم. وحين أتمها، أي المسبوق صلاة الإمام، يضره المنافي. ماذا يعني يضره المنافي؟ قال أي يعني تفسد صلاة المسبوق إن عمل ما ينافيها، إن عمل ما ينافي الصلاة
تفسد صلاة المسبوق كالقهقه بعدما أتم صلاة الإمام وأتى بالمدرك فسلم بهم قام هو ليأتي بما سبق به فتقهقه تبطل صلاته. قال يضره المنافي يعني تفسد صلاة المسبوق إن عمل ما ينافيها كالقهقهة وغيرها. والأول بالنصب عطف على الضمير يعني يضر المسبوق يضر المسبوق والإمام الأول يضر المسبوق والإمام الأول يعني كذلك الإمام الأول بعدما تمت الصلاة لو أتى بقهقهة تبطل صلاته. طبعا قال بالنصب عطف على الضمير في يضره يعني تفسد صلاة الإمام هذا إذا لم يكن الإمام الأول هذا إذا لم يكن الإمام الأول قد فرغ من صلاته. قال لأنه وجد في خلال صلاتهما. إذن يضره المنافي ويضر الإمام الأول أيضا يعني تفسد صلاة الإمام لأنه وجد في خلال صلاتهما إلا عند فراغه يعني فراغ الإمام الأول من صلاته مع القوم بأن توضأ فرضا توضأ الإمام ورجع فأدرك خليفته في موضعه وأدرك خليفته بحيث لم يسبقه شيء وأتم صلاته خلف خليفته فحينئذ لا يضره المنافي لا يضره المنافي. قال لا القوم أي لا يضر القوم ما عمل المسبوق من المنافي لأن صلاتهم قد تمت. الآن كلام جديد. من ركع أو سجد فأحدث من ركع أو سجد فأحدث فرفع رأسه. الآن هو راكع سبقه الحدث هو ساجد سبقه الحدث فرفع رأسه من أجل أن يذهب ويتوضأ فرفع رأسه يريد به بهذا الرفع الانصراف الانصراف من الصلاة ليتوضأ. قال لم تفسد صلاته. أما إذا رفع رأسه بنية أن يتم الركن الذي أحدث فيه تبطل صلاته. قال لأن الانصراف مما ينافي الأداء فلم يصل مؤديا جزءا من الصلاة مع الحدث نوى الانصراف. ولو أراد به بالرفع إتمام السجود أو لا نية له رفع بدون نية قال فسد الصلاة. إذا من سبقه الحدث وهو راكع أو ساجد حتى لا تفسد صلاته يلزمه أن يرفع رأسه بنية الانصراف من الصلاة والذهاب لإتمام للوضوء. فلو رفع بنية إتمام الركن أو بلا نية بطل الصلاة. قال أو ذكر سجدة هو ساجد الآن أو هو راكع الآن هو راكع أو هو ساجد تذكر سجدة صلبية أو ذكر سجدة فسجدها أي السجدة المذكورة سجد السجدة المذكورة. قال يعيد ما أحدث فيه يعيد ما أحدث فيه وهو الركوع أو السجود يعيد ما أحدث فيه وهو الركوع أو السجود إن بنى على صلاته حتما يعني يعيد حتما. أنا الآن راكع أحدثت وأنا راكع رفعت رأسي من الركوع بنية الانصراف من الصلاة أذهب أتوضأ ثم أرجع فأقف الله أكبر أركع الآن هذا الركوع أعيده حتما ثم أرفع. إن بنى على صلاته قال يعيده حتما
أي يجب عليه إعادة ما أحدث فيه. لما؟ قال لأن الانتقال من ركن إلى ركن مع الطهارة شرط. الانتقال من ركن الركوع إلى ركن الرفع القيام هذا شرط. الانتقال من ركن إلى ركن مع الطهارة شرط، ولم يوجد هذا الشرط، فلذلك يعيد هذا الركن ليأتي بشرط الانتقال إلى الركن الثاني الذي هو الطهارة، فيلزمه إتمام الركوع والسجود بعد الطهارة، وذا لا يمكن إلا بالإعادة، وإن استأنف صلاته فهو أفضل. قال وما ذكرها فيه ندبا، وما ذكرها فيه ندبا يعني يعيد الركوع أو السجود الذي تذكر فيه السجدة الصلبية يعيده ندبا. نعيد، وما ذكرها فيه ندبا يعني الركوع والسجود الذي تذكر فيه السجدة الصلبية أو السجدة التلاوية يعيده ندبا، أما في الأولى يعيده وجوبا. يعني لو ذكر وهو راكع أو ساجد أن عليه سجدة صلاتية فانحط، لاحظ هكذا كان راكع فنزل من ركوعه إلى السجود، ما رفع، هو الآن على طهارة، قال فانحط من ركوعه أو رفع رأسه من سجدة كان وهو ساجد، نعم، تذكر سجدة صلبية فرفعها فسجدها، قال لا يجب عليه إعادة الركوع أو السجود الذي تذكر فيه، لأن أداء الشيء من الصلاة بعد تذكر السجود جائز، لأن أداء الشيء من الصلاة بعد تذكر السجود جائز، فإنه لو أخر تلك السجدة إلى آخر الصلاة تجوز صلاته، لكن إن أعاد يعني أعاد الركوع أو السجود الذي تذكر فيه السجدة الفائتة، لكن إن أعاد يكون مندوبا. لماذا يكون مندوبا؟ قال لأنه لم يقصد به إتمام، لم يقصد به بهذا السجود الذي أتى به، لم يقصد به إتمام ذلك الركوع أو السجود، فيستحب له الإعادة، يستحب له أن يعيد هذا الركوع أو هذا السجود، ولا يجب. قال إن أما واحدا أنت وزيد، أنت صليت إماما بزيد، المقتدي هو شخص واحد، المقتدي شخص واحد، إن أما واحدا فأحدث الإمام، صار هذا المقتدي هو الإمام. قال وخرج من المسجد فالرجل إمام بلا نية، يعني المأموم يصير إماما وإن لم ينوي أن يكون إمام نفسه. لماذا؟ قال لأن تعيين الإمام، لماذا الإمام يجب عليه أن يستخلف؟ كي يقطع المنازعة، تعيين الإمام لقطع المنازعة، والآن لا يوجد لهذا المقتدي المنفرد لا يوجد له منازع. قال إن تعيين الإمامة لقطع المزاحم عند كثرة القوم، عند كثرة العوام، والمأموم واحد متعين، فلا حاجة إلى الاستخلاف إن كان المأموم رجلا، وإلا أي إن لم يكن المأموم رجلا بل كان صبيا أو امرأة، ما الحكم؟ قيل تفسد صلاته، أي صلاة الإمام تفسد صلاته، أي تفسد صلاة الإمام الذي سبقه الحدث، لأن الصبية أو المرأة صار له إماما الآن، لما ذهب ليتوضأ قلنا صار المقتدي صار إماما، إماما لمن؟
إماما للإمام الذي سبقه الحدث. والاقتداء بالصبي لا يصح، والاقتداء بالمرأة كذلك لا يصح. قيل تفسد صلاته أي صلاة الإمام، لأن الصبي أو المرأة صار إماما له لتعينه. وكذا لو شرع مسافر في قضاء الفائتة، في قضاء فائتة، فاقتدى به مقيم عليه تلك الفائتة، ثم أحدث الإمام الذي هو المسافر أحدث، فذهب ليتوضأ، فذهب ليتوضأ، يفسد صلاة المقيم، تفسد صلاة المقيم. لما؟ قال لأنه لا يصير خليفته، لأنه لا يصير خليفته، فخلي مكان الإمام، فذهب ليتوضأ. قال تفسد صلاة المقيم لأنه لا يصير خليفة الإمام المسافر، فخلي مكان الإمام. كذا في الخالية. والصحيح أنها لا تفسد صلاة المقيم المقتدي، لأن المقتدي إنما تعين للإمامة إذا كان صالحا لها، وإذا لم يصلح لا يتعين، وإذا لم يتعين هنا. والصحيح أنها لا تفسد، أنها أن ماذا؟ المسألة الأولى، المسألة الأولى التي ذكرها صاحب المتن، المسألة الأولى أي المسألة الأولى التي ذكرها صاحب المتن، وهي فيما لو كان المأموم في، وهي فيما لو كان المقتدي صبيا أو امرأة. الصحيح ما قال قيل تفسد الصلاة، قال والصحيح أنها لا تفسد، الصحيح أنها لا تفسد، لأن المقتدي، إذا هنا أحبابنا رجع ليبين لنا حكم ما لو كان الإمام يصلي إماما بامرأة أو صبيا وسبقه الحدث. قال قيل تفسد صلاة الإمام لأن الصبي والمرأة صارا إماما له، تفسد صلاة الإمام. قال الصحيح أنها لا تفسد. لماذا؟ قال لأن المقتدي إنما تعين للإمامة إذا كان صالحا لها، إذا كان صالحا للإمامة، والصبي غير صالح فلم يتعين، والمرأة غير صالحة فلم تتعين، وإذا لم يصلح لا يتعين، وإذا لم يتعين لا يصير إماما الإمام مقتديا به، فلا تفسد صلاة الإمام. وتفسد صلاة المقتدي، هذه الآن إيش؟ المسألة الثانية. تفسد صلاة المقتدي يعني المقتدي الذي اقتدى، يعني اكتب هذا عندك، أي المقتدي الذي اقتدى بالإمام المسافر إلى آخره. وتفسد صلاة المقتدي لأنه خلى مكان إمامه عن الإمام، خلى مكان إمامه عن الإمام. أو نقول أحبابنا وتفسد صلاة المقتدي إذا كان امرأة، إذا كان المرأة والصبي، يعني نستطيع أن نقول هنا كذلك هذه المسألة هنا، وتفسد صلاة المقتدي متابعة لحكم المسألة، يعني إذا صلى الإمام، إذا صلى إماما بامرأة أو صبي ثم سبقه الحدث، ما الحكم؟ قيل تفسد صلاته. لما؟ قال لأنه صار الصبي الآن إماما للإمام، وصارت المرأة إمامة للإمام، فتبطل صلاته. قال الصحيح أنها لا تبطل الصلاة. لماذا لا تبطل الصلاة؟
قال لأن الإمام إنما يتعين للإمامة إذا كان يصلح لها، وكل من الصبي والمرأة لا يصلح للإمامة فلم يتعين، ولكن تبطل صلاة المقتدي الذي هو الصبي أو المرأة. لماذا؟ قال لأن مكان الإمام الإمامة صار خاليا الآن، ما عندنا إمام، تبطل صلاته. قال تفسد صلاة المقتدي، إذا هنا المقتدي يعني الصبي والمرأة، يعني الصبي والمرأة، تمام. لأنه خلى مكان إمامه، مكان إمامه عن الإمام، عن الإمام. وفي التبيين هذا الخلاف فيما إذا لم يستخلف، وإن استخلفه يعني استخلف الصبي بطل صلاة الإمام المستخلف اتفاقا، تبطل صلاة الإمام المستخلف اتفاقا. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. هل يجوز للحاضر أن يقتدي بالمسافر؟ يجوز، هذا مرة معنا أو سيأتي معنا. هو يجوز هذا، ويتم صلاته المقتدي المقيم يتم صلاته بلا قراءة لأنه مقتدي حكما، يتم صلاته بدون قراءة لأنه مقتدي حكما. حتى في الفائتة؟ لا، في الفائتة لا، لا في الفائتة لا يصح. أنا أقول أنا، لكن هنا مكتوب في وكذا لو شرع المسافر في قضاء الفائتة فقصد به مقيم. تمام، انتبه يا أخي، انتبه علي. هنا الإمام ليس المقيم، لا يصح اقتداء مسافر بمقيم بعد الوقت قضاء. أما اقتداء، لا انتبه، اقتداء المقيم بالمسافر بعد الوقت يصح، أما اقتداء المسافر بالمقيم بعد الوقت لا يصح. طيب، قال باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. قال يفسدها الكلام ولو كان سهوا أو في نوم، نام في الصلاة فتكلم وهو يصلي، تكلم. قال معطوفا على قوله سهوا أو في نوم، معطوف على قوله سهوا، تقديره ولو في حالة السهو أو حالة النوم ذكره فخر الإسلام، ذكر فخر الإسلام إذا تكلم النائم، إذ ذكر فخر الإسلام إذا تكلم النائم لم تفسد صلاته، ذكر فخر الإسلام إذا تكلم النائم لم تفسد صلاته. ليه؟ قال لصدوره، لصدور الكلام عمن لا تمييز له. هذا رأي فخر الإسلام. قال والمختار ما ذكر في المتن من أنها تبطل صلاته، لأن الكلام قاطع للصلاة مطلقا، مطلقا. كذلك الحديث يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، من كلام الناس، وهذا الكلام النائم هذا من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فلذلك الصحيح أن النائم إذا تكلم وهو نائم تبطل صلاته إذا كان نام في الصلاة. قال يفسدها الكلام ولو سهوا أو في نوم. والسلام أي سلام المصلي رجلا عمدا، أي سلام المصلي رجلا عمدا، قيد بالعمد لأن السلام سهوا غير مفسد، لأنه من الأذكار، السلام عليكم هذا من الأذكار، والكلام ليس من جنس الأذكار في الصلاة، فكان منافيا على كل حال. الكلام الذي هو غير السلام، الكلام الذي هو غير السلام
هذا مبطل للصلاة. وفي غير العمد، وفي غير يعني في العمد يجعل كلاما، وفي غير العمد يجعل ذكرا، كلمة السلام. قال وفي غير العمد يجعل ذكرا وفي العمد كلاما لما فيه من حروف الخطاب، السلام عليكم. فإن قال السلام عليكم سهوا لا تبطل صلاته، وإن قالها عمدا بطل صلاته. لم تبطل صلاته في السهو جعلناها في حكم الذكر، بطلت في العمد جعلناها في حكم الكلام. والفرق بين النسيان والسهو والخطأ أن النسيان هو الغفلة عن الشيء بعدما كان حاضرا في الذهن. قال الشيخ علاء الدين في الكشف: والسهو ما يتنبه له صاحبه بأدنى تنبيه. قال جمال الدين الخلخالي: والخطأ ما لا يتنبه له صاحبه، أو يتنبه له لكن بعد اتعاب وكآبة. أو رده كذلك يفسد الصلاة رد السلام، أو رده أي رد السلام، إنما لم يقيد بالعمد. هنا قال السلام عمدا، السلام عمدا يبطل الصلاة، سهوا لا يبطله. هنا مطلق رد السلام، مطلق رد السلام يبطل الصلاة عمدا أو سهوا. لماذا لم يقيده بالعمد؟ انتبه، قال إنما لم يقيد بالعمد لأنه يفسد ولو سهوا. رد السلام يفسد الصلاة لأنه يفسد، يعني يفسد الصلاة ولو سهوا، لأن رد السلام ليس من الأذكار، ليس من أذكار الصلاة، بل هو كلام يخاطب به. وكذلك يبطل الصلاة الأنين. قال والأنين، وهو أن يقول آه، أو هكذا يقول لاحظ هذا الأنين، نعم، وليس آه، هذا من التأوه. الآه التأوه، الأنين هكذا، هذا معروف، إنسان من يقول هذا. والتأوه وهو أن يقول أواه بالمد والتشديد، بتشديد الواو ومدها أواه. والتأفيف وهو أن يقول أف مشددا كان أو مخففا، بتشديد الفاء أو تخفيفها تبطل الصلاة. وبكاء بصوت من وجع أو مصيبة، قيد بهما لأن بكاءه لو كان للجنة، قرأ الآيات فيها الجنة فبكى شوقا للجنة، هذا من الخشوع وهو محمود ليس مذموما، فلا تبطل الصلاة. قرأ آيات العذاب فبكى خوفا وخشوعا، لا يضر. أو النار لا يفسد. قال وتنحنح، أي قوله هكذا في الصلاة، وتنحنح بلا عذر. لاحظ قيد التنحنح المبطل للصلاة بأن يكون بلا عذر، أما إن كان بعذر فلا تبطل الصلاة. بأن كان بلا عذر وتنحنح، أي قوله بلا عذر، بأن كان لتحسين الصوت، لتحسين الصوت. طبعا الصحيح أن التنحنح لتحسين الصوت غير مبطل للصلاة، غير مبطل للصلاة. قالوا في المحيط إن كان التنحنح لتحسين الصوت لا يفسد، لا يفسد، لا يفسد الصلاة. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن المصلي يفعل التنحنح لإصلاح القراءة، فيصير التنحنح يعني من القراءة معنى. ألا ترى أن المشي لإصلاح الصلاة من سبقه الحدث يمشي، والمشي يبطل الصلاة، فلماذا لم يبطل هنا؟ قال أن المشي صار هنا هذا الإصلاح الصلاة، فصار من أفعال الصلاة. ألا ترى أن المشي لإصلاح الصلاة لا يقطعها وإن لم يكن من الصلاة؟ قال وتشميت عاطس
يعني إذا عطس رجل فقال في صلاته يرحمك الله تبطل صلاته لأنه خطاب، قال يفسد صلاته لأنه كلام الناس. وفي المحيط لو قال العاطس في الصلاة، لو قال العاطس في الصلاة، هو العاطس يخاطب نفسه، عطس فقال يخاطب نفسه يرحمك الله، يخاطب نفسه، قال لا يضره لأنه دعاء، ويجوز له أن يدعو في صلاته، يجوز له أن يدعو في صلاته. ثم قال وجواب خبر سوء بالاسترجاع. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.